شو السر؟ شنو السر انك تفرق الحلويات؟ يا سلام، شرفونا بتفرق الحلويات. اشوف راح اشوف اشوف شوكولاته 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 دي شوكولاته 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 مبارك مبارك مبارك. كيف ما كتشوفوا منا بعد هذا الاحتفال وبعد هذه الفرحه، شاب اردني كيفرق الشوكولاته على جميع المغاربه وجميع المارة من هذه المنطقه هذه. يعني صراحه كل شيء فرحان وكل شيء ناشط. تشوفوا معايا كميه ديال البهجه والفرحه من هذا السيد اللي هو من جنسيه اردنيه، اللي كيفرق الحلويات وكيفرح الصغير والكبير في هذه المنطقه ديال السوق واقف. تحيه كبيره لهذا الاردني هذا، وتحيه لجميع العرب على هذا الاحتفاء وهذا الحفاوه وهذا العد السخاوه اللي كتشوفوا فيهم. شوفوا معايا، عطي لها السيد، هذا السيد عطيها عطيها حلويات. يعني صراحة الشابو لهذا السيد هذا اللي كيفرق الشوكولاتة على جميع المارة من هذا المكان هذا. أيوة أنا غيجيب عاوتاني. يعني خوات ليه الميكا، لكن مازال غادي يمشي وغادي يعمر الميكا بالشوكولات أو غادي يجي يفرق على المغرب. يعني تحية كبيرة لهذا السيد هذا اللي كيف ما كتشوفوه هو غادي وفرحان وكيجري باش يعمر ميكا الحلويات باش يفرقها على جميع المغاربة. يعني ما كيفكرش بتاتا غير كيهز وكيعمر الميكا باش كيفرح المغاربة. تحية مرة أخرى لهذا السيد الأردني، تحية كبيرة. شوفوا معايا، يعني صراحة الشعور لا يوصف. يعني غير كيهز وكيعمر الميكا باش يفرق على الناس في الشارع وباش يفرح جميع المغاربة. ديما 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 مغرب فرحانين، مازال فرحانين بالفوز. فرحانين يعني شنو تبغي تقول للشعب المغربي؟ شنو تقول رسالة للشعب المغربي؟ واش كتظن ان المنتخب المغربي يفوز بكأس العالم؟ يا رب ان شاء الله، ان شاء الله انه يوصل النهائي. ها هما المغاربة حداك راه حبيهم. كيف شفتي هذا الفوز اليوم اخويا؟ فرحه كبيره. اول حاجه الشعب، عندي سؤال سولته لجميع المغاربه غنطرحه عليك. واش كنتي منذ بدايه المونديال في اول مره، واش كنتي كتظن ان المنتخب الوطني غيوصل لهذا الانجازات بصراحه؟ تبارك الله عليك. لا لا يرحل اخويا، لا لا يرحل اخويا راه غاشي واش بصح سنتنا فينا. احنا كندويو عليه سمعتي، يعني كلشي احتفال بهذا الاثناء. نشاط 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 نشاط. يعني جميع العرب في هذا الاثناء فرحانين بفوز المنتخب الوطني. يعني السعوديين، قطريين، مصريين، جزائريين، توانسة، كل العرب متحد في هذا الاثناء في دولة قطر وهنا بمنطقة المشيرب. يعني سمعوا معايا هذا الاهازيج والفرحة ديال الجماهير المغربية. يعني خروج كبير لجميع العرب في هذا الأثناء. تحية لجميع المغاربة أينما كانوا، لأنهم صراحة رفعوا لنا رأسنا. وتحية كبيرة للجماهير المغربية اللي كتشرف
المغرب في دولة قطر. الاحتفال ديالهم الجميل. كريستيانو وينو؟ يعني كيف ما كتشوفوا مشاهدين الكرام لأن الاحتفالات لا زالت قائمة بمنطقة المشيرب حيث الجماهير العربية لا زالت تحتفل في هذه الأثناء. يا أخي كريستيانو وينو؟ كريستيانو وينو؟ كسرنا عينو. يعني شوفوا معايا الجمالية ديال هذه المنطقة هذه بهذه الاحتفالات وبهذه الفرحة اللي كاينة في وجه جميع العرب. تحية مرة أخرى. ديما مغرب. يعني الصراحة كتشوفوا واحد الأجواء حماسية. شكرا. يعني شوفوا معايا الجمالية ديال هذا المنظر اللي كاين في هذه المنطقة ديال المشيرب بحيث صراحة كنشوف أجواء رائعة. الجمهور السعودي حامل راية الجزائر وكذلك في الأيادي ديالو درابو ديال المغرب اللي شرف الكرة الوطنية الكرة المغربية. إنجاز العظيم اللي حققه المنتخب المغربي. يعني كل العرب نازلين لمنطقة مشيرب بالقرب من سوق واقف. الاحتفالات قائمة منذ نهاية المباراة. صراحة المباراة اللي كانت كبيرة وصراحة شيقة قدرنا أننا نفوز على المنتخب البرتغالي بهدف لصفر عن طريق هدف النصيري لجل المغاربة كيشكروه على هذا الهدف اللي قدر أنه يفرح مش فقط الشعب المغربي إنما الشعب العربي بالكامل. حيث الجماهير العربية لا زالت تحتفل بفوز المنتخب بفوز المنتخب الوطني والتأهل التاريخي لنصف النهائي. يعني إنجاز عظيم إنجاز تاريخي قدر أنه حقه المنتخب المغربي. بحيث الجميع العرب يعني خارجين في هذه الأثناء احتفالا بفوز المنتخب المغربي. مشاهدينا الكرام كنشكركم على حسن المتابعة وحسن التفاعل ديالكم. إلى اللقاء.